بسم الله الرحمن الرحيم. مشهوري محمد المدير الاقليمي ديال ليداك عن الشوق حي حسن والنواصر. دونك حنا اليوم في زياره ميدانيه للفرق المختصه في الصيانه ديال الشبكه ديال تطهير السائل. فهاد الزياره الهدف منها هو المواكبه ديال الفرق ديالنا. هاد العمليه راه كتمر طول السنه، ولكن مع قرب موسم الامطار فكيتم تكثيف هاد العمليات من اجل تهيئ الشبكه لاستقبال امطار الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. فهاد العمليه كاين فيها شق اللي كيخص التنقيه اليدويه، وفيها شق اللي كيخص التنقيه الهيدروليكيه من بعد معالجه الشبكه من خلال كاميرات ديال المراقبه. وهاد العمليات كلها كتمر وكتدوز يعني في احترام تام لمعايير الوقايه والصحه والسلامه، وفي شراكه مع السلطات المحليه والساكنه. وهذه مناسبة باش نشكر تخرجوا. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.